بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معاكم النهاردة في جولة، النهاردة جولة غريبة، مفيش أكلات النهاردة. قلت بقى أصور لكم الأرض بتاعتنا كده. رحت عشان أجيب شوية ثوم، شوية بصل، شوية كزبرة كزبرة وشبت. كنت عاوزة اجيب فول بس خسارة بقى ملقتش فول، بس فينا توم اهو، توم وبصل اخضر وزرعين غلة. الشكل الجميل ده، بسم الله ما شاء الله، من زمان ما جيتش هنا. شكل الارض جميلة جدا، حاجة بسم الله ما شاء الله. هي بس الشمس مزغللة شوية في وش التليفون. مثلا بقى لما تفتح الشوز بتاعك كده وتمشي في وسط الخضرة كده على الترابة، طبعا بتشيل الطاقة السلبية، بتشيل أي زعل أي زهق، وتنسي بقى اي حاجة. ما تفتكريش بس ان انت تتفرجي كده على الحاجة الخضرة ديت، حاجة جميلة جدا. الخبز اهيت، الحمات، الواحد يجيب الولاد بقى ويجيب ال ويجيب الكاس بتاعته ويعبي بقى ونجري شوية في الأرض. في برتقانة اهوت، سفندي، وشجرة موز بس مفهومش طرح بقى. الموزة هروح لكم في حتة تعالوا نعرفوا نشوفوا فيها الشجر الموزة اهوت وشجر السفندي والبرتقال، بس مفهومش طرح. الموزة اهي، دي جولة سريعة كده وانا في قلب الارض الزراعية. واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي في جايين هناكم بسم الله ما شاء الله، ما بيصدقوا يجوا هنا بقى ويجروا. وبقيت العائلة في الآخر، في آخر الأرض. بسم الله ما شاء الله، وأنا بقول لكم بقى وأنا في قلب الأرض كده، كل سنة وأنتم طيبين جميعا. ومناسبة شهر رمضان داخل على الأبواب اهوت، وعدها الله علينا الخير والسلامة والإسلام واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين جميعا.